الهاتف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء. سيادة المستشار مساء الخير. مساء النور يا فندم. يعني بتكلم على اجتماع دولة رئيس الوزراء النهارده مع المجموعة الاقتصادية الوزارية وأيضا لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، أهم ما خرج من الاجتماعين سيادة المستشار. بصفة عامة اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم بيأت في إطار الاجتماعات الدورية اللي بتعقد من أجل متابعة الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، المؤشرات، الاقتصاد الكلي، أبرز الجهود التي تقوم بها الحكومة لمتابعة معدلات النمو، المؤشرات العامة للاقتصاد المصري. أيضا اجتماع اليوم كان في مناقشة لجهود التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك جهود المرتبطة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وكذلك ايه الجديد فيها سيادة المستشار؟ يعني عشان خاطر نحط النقاط على الحروف، يعني الطروحات الحكومية بنتكلم عليها بقى فترة طويلة جدا وبنجهز وبنرتب، هل في جديد النهاردة في الطروحات؟ هل في جاري يعني فندم جاري؟ كانت العملية الاجتماع اليوم كان بيسعى لمتابعة ما تم أو ما جاري اتخاذه من إجراءات لطرح الشركات. هناك شركات او كيانات، خلينا نقول حضرتك كيانات، جاري الانتهاء من عمليه الطرح الخاصه بها خلال الفتره المقبله وحتى نهايه العام المالي الجاري، وكمان في 15 كيان سيتم طرحهم في المستقبل. الفكره هي انه كما اوضح السيد رئيس مجلس الوزراء في اكثر من مناسبه ان الدوله ملتزمه ببرنامج الطروحات، وانه هناك عمليه دراسه وتقييم لكل كيان بيتم القيام بها قبل اتخاذ اجراءات الطرح، وكذلك عمليه الدراسه بتشمل التوقيت المناسب للطرح ووسيله او اسلوب الطرح. فبالتالي الدراسات جارية، وإن شاء الله بمجرد ما تنتهي عمليات إجراءات الطرح وعملية الدراسة بيتم طرح الكيان المستهدف. مفيش توقع لإطار زمني للبدء في تنفيذ هذه الطروحات وفقا لسياسة وثيقة ملكية الدولة كمان؟ يعني كما وضحت لحضرتك انه في كيانات جاري الانتهاء من عمليه الطرح الخاصه بها خلال الفتره المقبله وحتى نهايه العام الجاري، فان شاء الله يعني خلال الفتره المقبله سنشهد طرح كيانات، سيتم طرحها كيانات حكومية، وكذلك في المستقبل هناك 15 كيان سيتم طرحهم في مختلف القطاعات. سيادة المستشار، الاجتماع الثاني كان الآخر كان لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، يعني ده الاجتماع الأول ومخرجاته إيه؟ اجتماع اللجنة الخاصة بالدين الخارجي وتنظيم الاقتراض هي بتأتي في إطار الدور المنوط بها في تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة بخفض الدين الخارجي، وكذلك يعني متابعة تنظيم عملية الاقتراض وتعامل مع الأمر من منظور متكامل، وده طبعا بيأتي في إطار وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا. فبالتالي اللجنة كانت بتأتي في إطار متابعة تلك الجهود، وكما يعني شفنا أنه خلال الفترة الماضية البنك المركزي أعلن عن تراجع الدين الخارجي من حوالي 168 مليار دولار إلى حوالي 152.8 مليار دولار، وبالتالي هذه الجهود بيتم ده وفقا للخطة يا سيادة المستشار، يعني ده النزول ده وفقا لخطة موضوعة. أكيد يعني أكيد يا فندم، هناك جهود بتتم لخفض نسبة الدين الخارجي من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي ده بيأتي في إطار تحقيق مستهدفات الدولة والعمل على خفض الدين الخارجي، وهو ده بالفعل دور اللجنة، إنها تتابع الإجراءات المتخذة لخفض الدين الخارجي ومدى الالتزام بسقف الدين. أنا بشكرك جدا سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، معلقا على اجتماعين في غاية الأهمية للمجموعة الاقتصادية ولجنة الدين والقروض الأجنبية زي ما تابعتوا حضراتكم النهاردة. أيضا الدكتور مصطفى مدبولي نيابة